اليوم على مستوى ولاية التيرت أعطت المديرية العامة للحماية المدنية الانطلاق الرسمي لفعاليات الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر موسم الشتاء، لا سيما في شقيها الخاص بحوادث التسممات بغاز أحادي أكسيد الكربون وكذلك الفيضانات في إطار الأخطار الكبرى. طبعا تندرج هذه في إطار السياسة الوقائية وتنفيذ المخطط الاتصال الخاص بالتوعية والتحسيس السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية. الحماية المدنية دائما ما تعول على الجانب الوقائي قبل الجانب العملياتي اللي مهم جدا، وهو الحد والتقليل من وقوع الحوادث. ولما يعني نصل إلى الحد والتقليل من وقوع الحوادث حتما سيكون أنا أقل ضحايا سواء من مصابين أو حوادث وفيات، خاصة في يعني موضوع الاختناقات أو التسممات بأحادي أكسيد الكربون. الحماية المدنية تخصص له حيز مهم جدا من الوقاية والتحسيس لأنه مهم جدا. وقفنا على أن المواطنين يقعون في أخطاء كثيرة وكبيرة جدا، وفي بعض الأحيان هي أخطاء بسيطة تتعلق بسوء التهوية أو نقص التهوية أو عدم الصيانة أو عدم التجديد الوسائل سواء من سخانة الماء أو المدفعات، وخاصة أن هذه الحوادث وهي تسجل طيلة السنة ليس فقط مرتبطة بموسم الشتاء لكن أكثرها في موسم الشتاء من جراء سخانة الماء وكذلك المدفعات وأشياء أو أدوات أخرى كآلات الطبخ أو الطابونة وأشياء تقليدية التي تسبب حالة وفيات. لذا تم تسطير برنامج يعني متنوع وثري ومدروس بدقة، خاصة يتم تنفيذه عبر مراحل زمنية في كل مرحلة زمنية سوف نستهدف فئات معينة. رأينا أنه هذا النوع من يعني تطبيق البرنامج مهم جدا وسريع جدا وإيجابي جدا في الوصول إلى الفئة المستهدفة وكذلك نشر الرسالة الوقائية. طبعا راح نشاهده في المرحلة الأولى من البرنامج يعني العمل على مستوى الأطوار الدراسية ومعاهد التكوين والجامعات وكذلك حتى المجمعات السكنية الجديدة والمجمعات السكنية التي كذلك استفادت مؤخرا من يعني خدمات غاز المدينة. ثم كذلك هناك ساحة عمومية وكذلك هناك قوة في الوقائية سوف تجوب كل البلديات، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج سيتواصل إلى أواخر شهر مارس. أما فيما يخص الفيضانات فهو شق يعني في مجال الأخطار الكبرى، تعرفوا أنه مشهد الوطن خاصة من تقلبات جوية على مستوى كل تراب الوطني من جنوب أقصى الجنوب جنوب غربي وولايات داخلية يجب أن تعمم يعني ثقافة الوقاية خاصة في كيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة، كيفية التعامل مع السيول سواء المواطن لما يكون في المناطق الخارجية أو المناطق الريفية أو المدن أو حتى يعني على مستوى منازله وفكيت المنازل معفون كيفية الوقاية وكيفية تطبيق هذه التدابير الوقاية. نسعى من هذا البرنامج وهو يعني الحد والتقليل ووضع المواطن في أمان وسلام عبر تطبيق مختلف هذه النصائح، بالإضافة إلى أن الحماية المدنية ليست وحدها في هذا البرنامج بل كل الشركاء والفاعلين نشكرهم على الحضور نشكرهم على التنسيق الكبير في وضع اللمسات لهذا البرنامج حتى يكون برنامج واسع وبرنامج هادف ويشمل كل النصائح في كل قطاع في اختصاصه في كلمة واحدة حتى نصل إلى كل الأدان ولا كل البيوت لنحمي الوطن ونحمي المواطن.